السلام عليكم مريم. في البداية أود أن أشكرك جزيل الشكر، ممتنة 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 لك من الأعماق على هذه الدورة الرائعة. بغيت ندليت أنا بالشهادة ديالي، حيت فعلا هذه الدورة نفعتني وغيرت لي حياتي لواحد الدرجة لا تتصور، من حيث لا أحتسب. الحمد لله والشكر لله على هذا التغيير، وشكرا شكرا شكرا الله سبحانه وتعالى، وشكرا ليك مريم، وشكرا لشجاعتي على التطبيق وعلى المواظبة. بما انك ذكرتي ملف الزوج، فانا بغيت ندلب بالشهادة ديالي في هذا الملف هذا، حيت انا من نهار خديت الدورة، يمكن من نهار بديت التطبيق الحمد لله والشكر لله، ما دبزت مع راجلي، في حين ان شحال هذه كنت ممكن توصل قطيعة الايام ولا شي نوبة اسبوع ولا. دابا الحمد لله والشكر لله، واخا كيوقع شي سوء تفاهم بسيط، اش كندير؟ شنو رجعت كندير؟ كنبقى نشوف فيه ونقول انني حيت استوعبت ان كاع الناس اللي دايرين بيا رسل، دونك كنقول هذاك راه رسول صيفطوا لي الله سبحانه وتعالى. وقاس ليا واحد الجرح بداخلي، هذيك الطفله مجروحه اللي خرجت في ديك الوقيته، اذا كنمشي مباشره من بعد ما كنهضرش، كنمشي مباشره كنشد المذكره ديالي وكنبدا نطبق التمارين اللي عطيتينا. وفي الحين مباشره من بعد التطبيق كنحس بواحد الراحه عجيبه، وكنبدا صافي نواصل حياتي بشكل عادي جدا وكأن شيئا لم يكن. الحمد لله والشكر لله، صراحه كاينه تجليات كثيره كثيره كثيره، ولكن ما يصلحش نطول الاوديو بزاف. المهم غير هذه النقطه، بما ان شت لي ستوري مركزين على ملف الزوج، قلت ندلي بالشهادة ديالي في هذا الملف. شكرا جزيلا.